لقد كثر بين العباد التحاسد والتدابر والتنازع، وعظمت بينهم الفرقة، واتسعت في ساحتهم النفرة، واستفحلت الوحشة بين العبد وبين خالقه إلا من رحم الله. لقد كثرت معاصينا لله في الرخاء، فصرنا لا نلجأ إليه إلا في الشدة والضراء. قصرنا في جنب الله، وفرطنا في طاعته، حتى كثر الخلل في أداء العبادات، وغاب الصدق والأمانة والتسامح في المعاملات، فكثر الغش، وتفنن الناس في الحيل، فاقشعرت الأرض وقلت البركات، وتكدرت الحياة، فكثر الذين يأكلون ولا يشبعون، ويكتسبون ولا يجمعون، ويجمعون ولا يبارك لهم. وهذا داء عضال وبلاء نازل لا يرفعه إلا الاستقامة والإيمان والتقوى، لأن الله قال عن الاستقامة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. عباد الله، ليس العيب كل العيب في أن يعصي العبد، لأن الكمال لله وحده، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي لا يعصي ربه أبدا ولا يقع في الخطأ طرفة عين؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. ولكن العيب كل العيب في من يخطئ ويعصي ويصر على الخطأ والمعصية، ثم هو لا يستغفر الله ولا يتوب إليه. والله جل وعلا يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله.